السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو في زوج كان شايف من يعني من حماته يعني تساهل في التعامل مع الرجال وكده، وحصلت مشاكل وكده، فهو بقى يرفض ان مراته تنزل مع والدتها يعني الا بوجوده، لا ورفض. عفوا عفوا، أعيد السؤال. لو في زوج كان شاف من حماته تساهل في التعامل مع الرجال، رأى من حماته تساهلا في التعامل مع الرجال، وحصلت نتيجة لذلك مشاكل، فهو منع زوجته ان هي تنزل مع والدتها الا بوجوده. طيب قال لا تذهبي مع أمك إلا وأنا موجود، لأن أمك متساهلة في الكلام مع الرجال، تسلمهم، تصافحهم، تضحك معاهم، تهزر معاهم، أنا لا أريدك يا كذا. وده عامل لها هي مشاكل، لان هما بيقعدوا يقولوا لها اشمعنى بتنزلي مع صحابك ووالدتك لا. طب يعني أمك، أنت ترضي الآن أمك تكون، مش بغض النظر عنك أنت، يعني أي سائلة ترضى أن تكون أمها معها وتكلم الرجال وتضحك معهم وتصافحهم؟ انت طبعا ستتأثري. هي ترفض اللي مامتها بتعمله، ترفضه تماما يعني. طب ما انت هتتأثري، الزوج غيور عليكي. اما يعني انا ما الرجل، عنديش حرية الرجل الذي لما داعب امك، تزعل مني. الرجل الذي داعب امك قال لك ايه الحلاوة دي وانت مع امك، يعني قال هذا الشبل من ذاك الاسد، هتعملي ايه؟ ما انت ضعيفة، فزوجك يريد يحافظ عليكي. يعني انا سامعه الكلام وباخد عليه اجر، ولو تذهبي فقط تزور أمك في بيتها زيارة ثم ترجعي، لكن تمشي معها في الشوارع وهي تكلم الرجال وتصافح الرجال وتضحك مع الرجال لا. زوجك ما حق يا أختي، يريد يحافظ عليك، الله يجزيه خير ويكثر من أمثاله. ربنا يكرم حضرتك. طب سؤال تاني لحضرتك أنت بعدين، تشكريه على هذا. ربنا يكرم حضرتك. هو انا الحمد لله زوجي ملتزم يعني وبيراعي ربنا جدا، الحمد لله. بس انا اتصلت في اول الحلقة والتليفون فصل. انا كان توفى ابني وكده، وانا بمر بظروف يعني نفسية وكده، ايوه فانا ببقى فهمت عايزة اشوف كلامك، ده انت الله يكفينا شرك يا شيخ. انت التي اتصلتي في اول الامر تصيغي السؤال بصياغة اخرى حتى تخرجي من البيت، هو انا صح؟ وتحت دعوى انك تعبانة نفسيا وعايزة تخرجي. لا يا اخت، الله يبارك فيك ويحفظك ويسلمك. انا اشكر زوجك واسال الله ان يبارك فيك وفيه، رجل اي نعم. لأن صاغت السؤال بصياغة أخرى غريبة شوي. ماشي، السلام عليكم.